بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم إلى هذا الفيديو الجديد. لماذا تم تأجيل كأس أمم إفريقيا لسنة 2025؟ وما هي الأسباب التي جعلت موتسيبي وجماعة الكاف تؤجل البطولة إلى غاية نهاية 2025 وبداية 2026؟ في هذا الفيديو إخواني سوف نتحدث عن الملاعب التي جهزتها المغرب من أجل استضافة هذه التظاهرة، ولماذا تم تأجيل البطولة؟ لأن هذه الملاعب غير جاهزة حاليا، ومن المرجح ألا تكون جاهزة حتى مع نهاية سنة 2025. سوف نستعرض عليكم هذه الملاعب وأنتم سيكون لكم الحكم. أولا نبدأ بالملعب الأول، وهو ملعب الكبير في الدار البيضاء. هذا الملعب الذي يخضع لإعادة تأهيل كلية، خاصة من ناحية غرف تغيير الملابس وكذلك أرضية الميدان، إضافة إلى قاعة الندوات الصحفية وعديد الأمور الأخرى كالواجهة الخارجية في الملعب الكبير في الدار البيضاء. الأشغال انطلقت فقط في بداية جونفي الفارق، وستتواصل حسب ما هو مقرره إلى غاية نهاية 2024، ولكن كل الأمور تشير إلى أن الملعب لن يكون جاهز مع نهاية 2024، ومن المرجح أن يكون جاهز مع نهاية 2025. كذلك الملعب، الجميع يعلم أنه لن تتم تغطيته، وسيكون ملعب كما هو ملعب عادي جدا بدون أي تغطية، وهذه أول السلبيات في بطولة كأس أمم إفريقيا، وهي عدم تغطية الملاعب، والجميع يعلم أن البطولة ستقام في الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار سيعرقل وجود الجماهير إلى هذه الملعب. هذا أول ملعب نتحدث عنه. الملعب الثاني هو الذي ما زالت الأشغال متباطئة فيه جدا، وهو ملعب الرباط، أين تم هدم الملعب القديم وبناء الملعب الجديد. انطلقت الأشغال في الملعب تقريبا منذ قرابة السنة، ولكن لحد الساعة الملعب لم تصل فيه نسبة الأشغال إلى 50%، بمعنى أن الملعب ما زالت الأشغال متأخرة فيه، ومن المرجح أن يكون الملعب جاهز بكامله إلى غاية سنة 2027 أو نهاية 2026، وهذا ما يعني أن الملعب لن يكون جاهز في التوقيت الذي حددته الكاف والمغرب، وهو نهاية 2025 وبداية 2026 لتنظيم كأس أمم إفريقيا. وهنا تبقى علامة استفهام، ويبقى السؤال مطروح: هل تم إلغاء ملعب الرباط من الملاعب التي ستستضيف كأس أمم إفريقيا، خاصة أن هذا الملعب هو الملعب المغطى تقريبا الوحيد؟ إلى الملعب الثالث، والذي كذلك انطلقت فيه أشغال إعادة التأهيل، وهو ملعب فاس. هذا الملعب كذلك ما زالت الأشغال متواصلة فيه، خاصة من الناحية الداخلية، أين المرافق المتواجدة فيه لا تستجيب لمتطلبات الكاف ولتنظيم كأس أمم إفريقيا، فيتم إعادة تأهيله داخليا وكذلك خارجيا، وكل المؤشرات تشير إلى أن الملعب لن يكون جاهز إلى غاية سنة 2026. فهل سيكون جاهز مع نهاية 2025 أم لا؟ هنا يبقى السؤال مطروح. الملعب الآخر، وهو الملعب الرابع الذي ما زالت الأشغال تتواصل فيه، وهو ملعب ابن بطوطة في طنجة. هذا الملعب الذي تتم إعادة تأهيله، خاصة أنه تم إلغاء مضمار ألعاب القوى وتعويضه بالمدرجات، بمعنى أنه سيصبح ملعب بدون مضمار لألعاب القوى. الملعب كذلك ما زالت الأشغال متواصلة فيه، ولحد الساعة لم يتم تحديد المدة الزمنية لتسليم الملعب، وكل الأمور تشير إلى أن التسليم سيكون في سنة 2026. وهنا كذلك نعيد ونطرح السؤال:
هل سيكون الملعب جاهز مع نهاية سنة 2025، يعني شهر ديسمبر، أين تقرر انطلاق البطولة في نهاية شهر ديسمبر؟ يعني أن هنالك اضطرابات في هذه الملاعب ومواعيد تسليمها. نذهب إلى الملعب الخامس، كذلك الأشغال تتواصل فيه، وهنا نتحدث عن ملعب أدرير في أكادير. هذا الملعب كذلك يتم إعادة تهيئة كلية للواجهة الخارجية للملعب، وهذا من أجل أن تصبح تصلح لولوج ووفود الجماهير إليها، خاصة وأن الواجهة الحالية ليست بالجيدة. وانطلقت الأشغال في هذا الملعب وفي هذه الواجهة، وهنالك تحديد للانتهاء من الأشغال في منتصف سنة 2025. هذا ما يعني أن ملعب أكادير هو الملعب الوحيد من بين الملاعب التي ذكرتها الأربعة التي مرت، هو الذي سيكون جاهز قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في ديسمبر من سنة 2025. نذهب الآن إلى الملعب السادس، وهو الملعب الوحيد الذي يعتبر جاهز، وهو ملعب مراكش الكبير. هذا الملعب الوحيد الذي كل الأمور جاهزة فيه تقريبا، لا توجد أشغال كبيرة فيه، فقط بعض الروتوشات أو بعض التحفظات التي قدمتها الكاف يتم إعادتها من جديد، ولكن الملعب تقريبا جاهز ويمكنه احتضان كأس أمم إفريقيا. يعني أن المغرب التي رشحت نفسها بست ملاعب، أربع ملاعب غير جاهزة ولا يمكن أن تجهز في الوقت الذي تم تحديده، وملعب يمكن القول أنه يمكن أن يكون جاهز في منتصف 2025، وملعب واحد جاهز فقط. إضافة إلى هذا، فإن الملاعب التي قدمناها لا يوجد فيها أي ملعب مغطى، وهنا نتحدث فقط على ملعب مراكش الذي يعتبر هو الملعب الوحيد المغطى. ومن المرجح الملعب الجديد في الرباط الذي سيتم بناؤه كذلك هو الملعب الذي سيكون مغطى. إذن من ست ملاعب التي رشحتها المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا لسنة 2025، سنجد ملعبين فقط سيكونان مغطان في هذه الدورة، عكس الدورة السابقة التي جرت في الكوتيفوار والتي شهدنا فيها ست ملاعب كلها مغطاة بالكامل وبأرضيات ذات جودة عالية. يعني أن الكوتيفوار كانت من ناحية الملاعب أحسن من المغرب من حيث الملاعب التي تحضرها لاحتضان بطولة كأس أمم إفريقيا 2025. إذن هذه حوصلة عن الملاعب التي لن تكون جاهزة في الموعد الذي حددته الكاف، وأن المغرب حاليا تقريبا نقول أنها جاهزة بملعبين فقط. هذا ما أردت أن أتحدث فيه في هذا الفيديو عن لماذا تم تأجيل كأس أمم إفريقيا في المغرب لنهاية سنة 2025. في الأخير إخواني، دائما قبل أن أختم الفيديو، إذا لم تكن مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، وهذا ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.